يعني اول يوم قالت لي بديش اروح على المدرسه. ليش عبد؟ قالت لي على انه دفتر فلان غايب وفطار مش لكي وممزوع. قلت لها يما احكي لها انا المعلمه انها الجيش عمل لنا 1 2 3. في الشهر نفس الشهر 3 مرات اجت ما خلوا هذا المطبخ والله. وهذا شفت قديش في عندنا جوا واعي كل هذا كله بضروا لي برا بيضروا هيك على بعض البعض. يعني تخريب شغل تخريب شغل تخريب مشان نزهق وندشر ونروح. يعني هاي البنت الطفله هذول البكرين هذول راح علينا امتحانات راح علينا كراية كثير لانهم كتبهم مشكفوهم وخلطون في بعضهم بعض. وما وبعد ما بدشروا ايش بتعملي؟ بقعد ارتب بقعد اسبوع وانا ارتب واعزل الغسيل من بعض البعض البرية ولواعي وارتب وخزاين وضع. وانا اكثر من اسبوعين وانا تامني ارجع لواعي زي ما هن. بالنسبة احنا إلنا يعني شايفينها احنا مطريحين ومبسوطينها يعني احنا بنروح يوم في البلد يعني نطمون من الذايق. ليش؟ بس يعني تريح جسمي هان خلص سارعين الحمد لله كل شيء عندنا وبعيدين عن الناس. لا هذا قال لا كلت ولا قال ولا شيء مريحين رصنا في بعضنا البعض وقاعدين ومتريحين. البعد هذا حلو يعني فيش احلى من الهدات البال وبعيدين عن الناس توجعش راسك من حدا مره. انا بحب اربيهم في هنا وظلوا مبسوطين واحنا قلوبنا متريحات ومش يظلوا مقطوعات من الخوف. احنا بدنا الامن يعني الواحد يظل قاعد ومريح راسه.